احبائنا المشاهدين، اليوم طبعا كاميرتنا متواجده في فعاليه سبارتن ريس في قريه القدره. راح نكون طبعا وياكم من قطي تغطيه ان شاء الله تحوز على رضاكم. خلكم معانا لحظه بلحظه لنهايه الحلقه واكيد راح تستمتعون. طبعا في اللحظات معي الكابتن المعروف حسان السعاتي، يعطيك العافيه حسان، كلمنا عن الاجواء اليوم وايش رايك في هذه الفعاليه؟ والله وش نشكر المملكه على هالتنظيم الرائع ونشكركم على اللقاء. اجواء نفس ما تشوفون اكثر من رائعه، واحنا فريقنا داش اربع تفرقه وان شاء الله مستعدين بقوه، واشوف الكل مستانس كان كرنفال، كرنفال في المملكه يعني. يعطيك العافيه احسان. طبعا انت تملك صاله رياضيه؟ اي نعم. هل هذيل من نفس الصاله؟ احنا نمثل جي اف سي بحرين كجيم، فريق اربع تفرقه من الجيم جايين ومستعدين وداشين بفريق حق الاليت المحترفين، والافرقه الثانيه كمشاركه وافرقتي قويه ان شاء الله وبنسوي نتائج حلوه. معكم فتيات ولا كله شباب؟ كله يعني نص بالنص فتيات، واكو نفس ما تشوف الافرقه متساويه ما شاء الله. شو اسم الكابتن ذي جسمه حلو؟ هاي ما ترتفع العين عن حاجب، وياي سامح بطل في الهوكي، لاعب منتخب البحرين في الهوكي واندمج ويانا في التمارين وما شاء الله عليه بطل، واليوم بيبدع ان شاء الله. سامح يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. سامح كلمنا عن الاجواء وكلمنا عن استعداداتك لهذه الفعاليه. الاجواء ما شاء الله يعني ممتازه الاجواء، كل شيء مرتب منظم، الاجواء حلوه والجو جميل جدا حق هاي المنافسات. بالنسبه لاستعداداتنا مع الكابتن احسان ما قصر، يوميا تمارين وتمارين حق هالاشياء، مو بس تمارين فتنس، تمارين نفس قوه التحمل والباور ليفتنج والبيتش ورك اوت، كل الاشياء تساعدنا حق ندش نفس هاي المنافسات، نفس منافسات الايرون مان. فاحنا ان شاء الله نخلص من هاي البطوله ندش بعد حق الافضل ان شاء الله. حلو. بصفتك انت لاعب منتخبنا للهوكي، شنو اللي يدخل هذه الفعاليه في الهوكي؟ انت تستفيد من الهوكي في هذه الفعاليه؟ طبعا انا استفيد من تمارين للهوكي، يعني كل التمارين اللي نسويها في الجيم مع الكابتن احسان كلها تاهلني ان انا اكون في لعبتي الهوكي، ان انا مستعد في اللياقه. تعرف لعبه الهوكي مو بلعبه سهله، تحتاج للياقه، تحتاج لباور حق جسمك كله يكون فت، فكل التمارين اللي نسويها مع الكابتن ساعدني وايد في الهوكي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. من الكابتن؟ الكابتن فراس، افضل روح عندنا في الفريق. يعطيك العافيه كابتن فراس. الله يحييك. هلا بيك. كلمني كابتن فراس، استعداداتكم لهذه البطوله؟ والله الحمد لله يعني الجيم ساعدنا في الاستعداد كثير، الجي اف سي ساعدنا كثير بالاستعدادات، واحنا لنا فتره بنتدرب يعني مع الجيم، فان شاء الله الامور يعني تكون طيبه. شنو دورك بالضبط في الفريق كابتن؟ انا دوري سبورتر في الفريق. يا بساعدهم ان شاء الله، بشجع الفريق ان شاء الله. What's your name? Dina. Sina, what are you doing here? I'm watching the race. I'm supporting this team, JFC. Have a nice day. Thank you. Good morning. Good morning. How are you today? I don't speak English. You not speak English? No, I speak Portuguese. Okay, what you speak? Portuguese. Portugal. Brazil. Brasilia. Yes. Brasilia. Brazilian. Say something about Brazil.
Hola, hola. Hola, oi. Obrigado. Obrigado. Yes. Sí. طبعا تقول هي مرتاحة في الأجواء والأجواء حلوة، وأيضا تقول أن البرازيليين هنا سعيدين في هذه البلد الجميلة. و أفوكادو. أوبريغادو. الأفوكادو طبعا مو اللي تاكلونه، لا أفوكادو يعني شكرا بالبرازيلي أو بالبرتغالي أو باللاتيني. طبعا في هاللحظات معي سيما الخراز اللي دائما في كل فعاليه نشوفها متواجده كالنحله ما شاء الله عليها، تلف في كل مكان. يعطيك العافيه سيما، ويا ريت سيما تكلمينا عن دورك وعن الفعاليه. طبعا وجودنا احنا في الفعاليه اليوم كوجود السبارتن ريس اول مره في البحرين، فكدورنا في اللجنه الاولمبيه احنا كتطوع وتجهيزات حق الفعاليه قبل ما تكون موجوده، وطبعا نشارك معهم يعني حق التجهيزات والترتيبات، وعطيناهم يعني لان الشركه جايه من دبي فسهلنا لها الامور ان شاء الله في البحرين مع الاتحادات البحرينيه، وان شاء الله تكون الفعاليه ناجحه وتبين ما شاء الله من الحين هي ناجحه ان شاء الله. ايش رايك في الاجواء اليوم؟ والله احنا كنا امس خايفين، امس كنا نشتغل تحت المطر وقلنا ان شاء الله الجو يتعدل، بس بعد ما في احلى من كذي الجو ينن. المحاربين المقاتلين فريق بحرين وايرز، شو اسمه؟ بحرين ووريرز. ووريرز ووريرز، يعطيك العافية. شقهم شق؟ يا مستعدين اليوم؟ ايه ان شاء الله. اوكي، شو تقول الخير؟ يونس عبد الله. يونس مستعدين اليوم؟ ان شاء الله. شو توقعاتك اليوم فريقكم يجيب نتيجة؟ اكيد الأول ان شاء الله. ان شاء الله. ايه. الأول ما أظن. الثاني ممكن. يعطيك العافية. عافية. شلون استعداداتكم للبطولة؟ لا ان شاء الله ان شاء الله كل شيء تمام. يعطيك العافية. في استعداد. كم عدد فريقكم تقريبا؟ ثمانية حاليا. ثمانية. يعطيك العافية. الله يعافيك شيخ. شلون استعداداتكم؟ والله ان شاء الله هذول الحين مستعدين حق السباق، والتوفيق ان شاء الله من الله. كابتن من هو الكوتش؟ الكوتش اكاوا وراك. اكاوا يونس. كابتن يونس. اي نعم. كل ساعة تشري على كابتن. طيب ايش رايك في الاجواء؟ الاجواء الحمد لله الاجواء طيبة، والشمس يعني باردة يعني اوكي، والجو حلو يعني. يبين عليه ذي البطل بيجيب لكم نتيجة. هذه ما يحتاج. الله اسمع منك ان شاء الله، يعني ان شاء الله نجيب مركز، يعني اذا الله وفقنا ان شاء الله بنجيب مركز زين ان شاء الله. مستعدين؟ والله مستعدين بقوه ان شاء الله. طبعا كابتن الفريق؟ لا مو بانا الكابتن. هاي بس حق الشنوط. هاي كابتننا الريال طيب يعني. هو سجلنا كلنا وما قصر. شو اسمك بالخير؟ اسمي احمد جمال. ايش رايك ابو جمال اليوم؟ والله الاجواء طيبه، الجو حلو، وشيء جديد في الديره يعني. حلو. وياكم في الفريق؟ اي ويانا. كلنا كنا نيا بعض، بس فانيلته ما برزت. ليش ما جهزت فانيلتك؟ لا هذا قصور قصور. لا انا ليبرو في الفريق الله يسلمك. ليبرو. اي يعني اسالهم كلهم. يعطيك العافيه جزاكم الخير. حمل حربان وياك. يعطيك العافيه ولد الحربان، وان شاء الله فريقكم ان شاء الله يبيض الوي، وان شاء الله تجيبوا نتيجه حلوه اليوم ان شاء الله يا رب. بحرين ووريرز. بحرين ووريرز. مرحبا. يا هلا. الفريق ذي شو اسمه يا اخوي؟ تو سيز. تو سيز. تو سيز. تو سيز. ما معناها بالعربي؟ البحرين. تو سيز يعني البحرين من انجليزي. تو سي اس. تو سيز البحرين من انجليزي. يعطيكم العافيه. استعداداتكم للبطوله؟ والله استعدادات بسيطه، احنا ما كنا متوقعين ان كذي كان بيكون السباق. احنا يعني فريقنا فريق جري ماراثون سيكل وسباحه، بس الحمد لله يعني هاي خبره او انه يعني فرصه ان ندش هالسباق. ايه يعني تعلمنا اشياء من هالسباق، وان شاء الله اظن في السنه الجايه وان شاء الله بنعدله باذن الله ان شاء الله. هالسباق. كابتن استعداداتك للبطوله؟ البطوله الحمد لله دشينا بقوه وخلصناها الحمد لله. اي هل تعتبرون استعداد للسنه القادمه؟ هذه اعداد حق نهايه السنه ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله وياك وياك. ما يعني ما اعتبر هذه سباق، نعتبر هاي فن، وتشوف الناس يعني وايد مستانسه واحنا مستانسين الحمد لله يعني رب العالمين. خلصنا جروح وتكسرنا وهذا، بس الحمد لله على كل حال. شوف الاسعافات الاوليه فريقكم كلش تعبان نايلون. احسنك الله. ما في لزقات ما في. وين الاسعافات الاوليه؟ كابتن الفريق وينه؟ انا كابتن الفريق. انت كابتن الفريق؟ طيب امام داني ما يمدني احط لزق سيده ربطته، كان في جرح. حلو. علاج 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 بحريني قديم. شفت اللزقه وشقيته وقمت ربطته على الجرح. في جرح ثاني وبعد ورا ينشق، بس الحمد لله ما انشق كامل. الحمد لله توكل. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا شيخ. مشكورين مشكورين.
سعادة محافظ الجنوبية الشيخ عبد الله بن راشد يعطيك العافية طال عمرك، وفعالية فعلا مشرفة وشيء جميل للمحافظة وشيء جميل للبحرين، خصوصا تواجد جاليات كثيرة اليوم. احنا جرينا لقاء مع يمكن من 20 جالية في البحرين، شيء طيب ان نشوفك انت مشارك في هذه الفعالية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك ان اي نشاط يدعمه سمو الشيخ ناصر محمد لابد من كل الشباب أن يلبون هذا الطلب ويشاركون فيه، والحقيقة اليوم اجتمعت الثنتين، حبنا للشيخ ناصر، والثانية طبعا أن هذه الفعالية عندنا في المحافظة الجنوبية، فلابد علينا أن احنا نشارك ونساهم في هذه الفعالية اللي استقطبت ناس من مختلف الدول، أول مرة تقام على أرضنا ولكن شاركوا فيها أكثر من المتوقع. ظنوا المنظمين أن بيوصلون إلى 2000، فاقوا 2000 وصلوا إلى تقريبا 3000 مشارك، فأعتقد أن هذه بداية، والنشاط يجمع مختلف الأعمار. اليوم عيالنا بيشاركون وإحنا مشاركين، وهذا المهم أن يجسد روح التآلف بين الأسرة أولا وبين مختلف فئات المجتمع. طيب طال عمرك الفريق هذا فريق شو اسمه؟ هذا احنا سميناه ساذرن جلاديترز، يعني حبينا ان احنا نزيد طابع الجنوبيه الى اسم الفريق، ولكن يتكون من عدد بسيط، حاولنا ان احنا نتم مع بعض في السباق ولله الحمد استكملناه. طال عمرك اشوف ميداليات على الفريق. الحمد لله، الواحد اللي يكمل يعطونه ميداليه. نعم. شلون نتيجه الشباب اللي وياك شلون بيض الوي؟ الحمد لله، يعني الكل خلص، ويعني السباق ما كان مثل ما توقعنا، كان اصعب، ولكن لله الحمد الأجواء كلها كانت طيبة وقدرنا احنا نستكمله. طال عمرك نشكرك جزيل الشكر على المجهود الكبير اللي تبذله، خصوصا ان المحافظة الجنوبية اليوم فيها اكثر تقريبا من 3 أو 4 فعاليات، وهذا يعني طال عمرك يزيد العب عليك ويعطيك ألف عافية. بالعكس والله، هذه يعني كلها من دعم صاحب الجلالة سيدي حضرة صاحب الجلالة، وأعتقد بأن ليس هناك حد، واليوم المحافظة الجنوبية بروحها فيها 4 فعاليات رئيسية، وهذه مهيب غريبة على أهل البحرين، وإن شاء الله نشوف فعاليات أكثر تجمع الناس في هذه الأرض الطيبة. طبعا البطل البحريني عبد الله المحمود يعطيك العافية. عبد الله ما شاء الله ميداليتين. الله يخليك سلمك. احنا انا حبيت اشارك يعني جزء من استعداداتي لإن شاء الله فول ايرون مان، والشباب ما شاء الله كلهم شاركين، قلنا نجرب، تجربة حلوة كانت. حلو. طيب اليوم انت في اي فريق او انك تمثل نفسك؟ خدت نعم فردي، حاولت يعني انا افس على المراكز الاولى، ويعني خصوصا اللياقة شوي عالية، ولحين تري ان شاء الله المراكز. المشاركة في وين طموحك؟ ان شاء الله فول ايرون مان برشلونة ان شاء الله. برشلونة شهر 10. كل التوفيق لك يا اخوي. شكرا يا اخي. شكرا. كل التوفيق لك. الله يخليك. قول لي برشلونه ولا برشلوني. كل التوفيق لك. قول لي برشلونه. يعطيك العافيه. الله يا بطل سعدت بلقاء. شكرا. احنا سعد. الله يسلمك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. خليك بشر زوجتك قاعده تنتظرك وتحاتي لا ابد ما حسب يضت الوين. الحمد لله بيض واي مركز 14 بفضل الله، ثم بفضل التربات اللي تدربناها. السباق حلو يعني ما كان 14 ترى مو بسهل. الحمد لله على كل حال، كنا نطمح للافضل لكن الايات ان شاء الله. ان شاء الله الخير في الايات. طبعا موقف جدا جميل ورائع ان زوجتك واقفه معاك، قاعد اليوم اجازه وقاعد من الصبح وياه. الله يعطيها العافيه. زوجتك تشجعك على هذه الرياضه؟ اي جزاها الله خير، ما تقصر، واقفه معاي في كل موقف، مو بس في المحافل الرياضيه، في كل شيء، وينشهد لها. الله يوفقكم ان شاء الله ويرزقكم الذريه الصالحه. امين. ما هي الصعوبات اللي حصلت اليوم في السباق؟ الحمد لله مثل ما خبرتك، فضل الله ثم فضل التربات، كان كل شيء هين. استصعبت انا التاير شوي، حمله التاير شوي استصعبته، لكن بفضل الله هين. فضل الله هين. الحمد لله. الله يعافيك ويخليك. يوسف بقيس البطل. يوسف بقيس يعطيك العافيه اخوي. الله يعافيك خليك. وكل التوفيق لك يا بقيس، ودائما عائلة بوقيس معروفة في الفن وفي الرياضة. والعزمي بعد مشهود لهم بالخير. الله يسلمك يخليك. كل التوفيق لك. يعطيك العافية. وياك اخوي. Good morning. هنري. 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 تي. تي. ميسي. Good morning. Good morning.
What's your team name? Fitness First. We're here, man. يعطيك العافية. I can't speak Arabic, but. Okay. Come on. You coach this team? Yes. I'm not coach. I'm like my coach is somewhere else there. So I'm not a coach here. I'm like a just participant. What do you see the race? What? Pardon? What do you see the race? What do you mean? Nice what I see? The race. It's very nice, mate. 24 obstacles. We're all up for it, mate. Fitness First. We love you. World Trade Center. You from where? UK. UK. UK, yeah. What's your club in UK? Huh? I've not got a club. I'm not a football supporter. Aston Villa? Tottenham. Tottenham. Spurs. Tottenham. Spurs. Yeah, Tottenham. Yeah. Good. This year is good, Tottenham. Yeah, it's great. Number two. You sure not Thierry Henry? No, I'm not Thierry Henry. I wish I was, though. اولا الله يعافيك واتقدم بالشكر. اولا خلني انا اخدمك. البطل الاماراتي راشد بطي القبيسي. والنعم راشد القبيسي يعطيك العافيه. القبيسي راشد بطي القبيسي عداء الدوله ولاعب المنتخب السابق لالعاب القوه ومدرب منتخب شرطه ابو ظبي، ووجودي اليوم هنا امثل دوله الامارات ووزاره الداخليه في بطوله سباتون ريس العالميه، والحمد لله الله وفقنا اليوم حققنا المركز الاول. تستاهل الف مبروك. الله يبارك في حياتك. طبعا هذه من عوايد الامارات التتويج وعلى المنصات، هاي عوايدكم طبعا معروفه. الله يطول عمرك، هذا شرف ان طال عمرك وتحقيق هذا الانجاز في ارض شقيقه وفي بلد نكن له كل الحب والاحترام والتقدير. شكرا. كلمني عن الفعاليه، ايش رايك في الفعاليه؟ ايش رايك في البطوله؟ البطوله ما شاء الله يعني رائعه من ناحيه التنظيم. طبعا الفتره الايام الماضيه كانت في رياح شديده وفي امطار، والحمد لله هذا مهد الارض ان تكون مواتيه ان خدمتنا في عمليه السباق، وجدا السباق جيد ومشاركين من جميع انحاء العالم ومن الدول الخليجيه والعربيه. طبعا في الامارات كم فريق عندكم؟ والله عندنا اكثر من فريق، واليوم نظرا لوجود بعض الشباب في مهمات اخرى في اماكن مختلفه، عندك البطولات مفتوحه على مدار العام، واحنا الحمد لله اليوم انا حصلت فرصه بدعم من الحكومه اني اكون موجود وامثل الدوله في هذا الحدث بعد مطارده استمرت اكثر من عامين لحصولي على هذا المركز. يعني طبعا معي بالامارات الحبيبه الرائد الدكتور زايد برحمه، يعطيك العافيه والف الف مبروك حصول البطل البطيء على المركز الاول. الله يرحبك يا فضله، وهذه مشاركه عربيه مشتركه، والانجاز يعود الى الوطن العربي والخليجي بشكل عام. وطبعا بطلنا راشد بطي هذه مش غريبه عليه، يعني شارك عده مشاركات عالميه. هل كنت متوقع ان بطي حصل على المركز الاول؟ والله الجذب اداك، انا قبل لا ينطلق اشرت له قلت له يا راشد ابى الاول، وبالفعل خذ الاول. تهدون هذا الفوز لمن؟ والله نهدي الفوز طال عمرك للقياده الرشيده، لسيدي صاحب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كونه هو الراعي للفعالية هذه، ونهديها لشيوخنا في دولة الإمارات والقيادة الرشيدة، كون قيادتنا الرشيدة تدعم كافة أنواع الرياضات لإيمانها التام بأن هذه الرياضات ترفع من أخلاق الشعب وأخلاق الأوطان كلها، بالرياضة ترتقي الأمم. كلمة أخيرة تحب تقولها في هذا اللقاء؟
والله أوجه شكري وامتناني الكبير لقيادتنا الرشيدة ولسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وإلى أخوان الحكام وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية وإلى معالي القائد العام لشرطة أبوظبي لدعمه لبطلنا راشد محمد بطي ولكافة الخليجيين والإماراتيين بشكل عام. شكرا يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك. يعطيك العافية. دوركم شنو بالضبط؟ أساعد اللي جايين من التسجيل عشان يبتدون سباق ويحضرون نفسهم. شنو بالضبط اللي هذه شنو اللي تعطينهم؟ أنا أعطيهم بطاقات الدخول والسوارات اللي لازم يدخلون فيها السباق. السويرة يعني ضرورية. إي لازم. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أنتم متطوعين؟ إيه؟ من اللجنة الأولمبية؟ لا متطوعين، إحنا من البحرين. يعطيكم العافية، هي شرف كبير نجي البحرينيات ما شاء الله مساهمين ومتطوعين في هالفعالية الكبيرة. شكرا. حياك الله. مع السلامة. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ما شاء الله اشوفك من سجم قاعد تتمعن في هذه الفعاليه الجميله. لان قاعد اتابع انتظر بنتي وعيال اخواني مشاركين في هالمسابقه. نعم. عشان بصورهم في خط النهايه. ايش رايك في المسابقه؟ والله المسابقه وايد جميله والحمد لله، يعني الحضور ممتاز ومختلف الجنسيات تشوف، وهاي البحرين اللي عرفناها يعني. نعم. عيالك وعيال اخوك مشاركين؟ اي نعم اي نعم. يعطيك العافية. اصدقائهم صديقاتهم. تعرف اسم الفريق؟ لا والله ما اعرف اسم الفريق. البنات يعرفون اسم الفريق؟ هذولين مو معاي، بروحهم. بروحكم انتم؟ انتم مشاركين بعد؟ لا اخوي مشارك. ليش ما شاركتوا؟ not fit enough. اخوك مشارك؟ شو اسم الفريق اللي مشارك؟ مش عارفه والله، بس احنا جايين نشجعوا يعني ونشجع كله من جامعه. شو اسمه؟ فريق جامعه البحرين الرياضي. انت ليش ما شاركتي؟ ما ابي اشارك. اخوك مشارك؟ السنه الجايه كلنا ان شاء الله. قريبي. كل التوفيق لكم، اهم شيء مبسوطين. السنه الجايه كلنا مشاركين ان شاء الله. طبعا البطله البحرينيه شو اسمك؟ شيخه. يعطيك العافيه شيخه. ايش رايك بالفعاليه؟ وايد حلو. وايد حلوه. طيب لو اقترحوا عليك تسجلي بالصوت. اوكي، لو اقترحوا عليك تشاركين؟ اي اكيد. تشاركين في شنو بالضبط؟ بالركض. يا قاعد توقعاتك تجيبين نتيجه؟ اكيد. ان شاء الله. لا تصورني بالصوت. لا اوكي، انت جاي ويا من اليوم؟ ويا بدر ريان. مع بدر ريان. يا يبوا نتيجه؟ ما ادري، لا الحين ما طلعوا. يعطيك العافيه. طبعا الكل فرحان. لا بس يعطيك العافيه. قاعد تجرب يعني؟ نجرب، ولكن اللقاء جدا جميل فعلا. انت يعني تشرفين. شكرا. يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه شباب. الله يعافيك. بشرون على النتيجه. والله ممتازه. كم نتيجتكم؟ الوقت والله ما مو متاكد، بس الحمد لله خلصنا. يعطيك العافيه. شو اسمك بالخير؟ محمد الرئيس. والنعم، شو اسمك بالخير؟ هلا والله عبد الرحمن فقيهي. فقيه صوتي رايح انا من الرئيس. من التعب يا اخوي ما تلام والله. لا من الحماس، كنا جروب احنا. شو اسم فريقكم؟ شو اسمه؟ الميلس. اوه اسم حلو تراثي. اي نعم. كم واحد انتم تقريبا؟ 18 او 19 واحد. يعطيكم العافيه، كل التوفيق لكم. ما شفناك في الرئيس. انا شاركت. خلصت انت؟ ها؟ يلا اذا شفت الحلقه بتعرف ان انا شاركت في اخطر فقره. يا سلام. يعطيكم العافيه. الله يعافيك كابتن. بشر عن النتيجه. نتيجة ممتازة، وقت وايد زين سويناه، يعني اتوقع عطفنا اللي بدوا قبلنا بوايد. اي يعني اخذناه كسيريس، يعني مو كفور فان. انا وي هاد فان، وي هاد سو ماتش فان. شو اسمك بالخير؟ صلاح الله يسلمك. صلاح شلون نتيجاتكم اليوم؟ الحمد لله تمام، امورنا طيبة ان شاء الله الحمد لله، يعني من الاول في دفعتنا اللي طلعنا الاول ناس. كم عمرك يا اخوي؟ انا الله يسلمك 48 الحين. يعطيك الصحة والعافية. طيب شو الصعوبات اللي واجهتك؟ انا الصعوبات الله يسلمك يمكن اول شيء الحواجز تحت، بس كنا اخذنا ما عرفنا ناخذ ذي، بس لنا شارت في
ثيابنا وذي الماي الماي صعب صعب جدا لان سور فوقه شبك. اي نعم اي نعم بس لكن احلى شيء المرحله الاخيره الماي البارد. والشبك شائك؟ لا تمام الحمد لله امورنا طيبه. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله يسلمك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. انت وزوجتك شاركتوا؟ اي بفريق واحد. فريق واحد سوا. شو اسمه؟ اوهانا. ما معنى اوهانا؟ العائله. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اوهانا باي لغه هذه العائله؟ هواي. هواي لغه هواي. لغه هواي. انتم من وين؟ من جده السعوديه. حياكم الله بالبحرين. جده غير اكيد والبحرين غير اكيد. يعطيكم طيب العافيه. طيب انت اتفقت مع زوجتك ان تشاركون بهذا الاسم؟ اي. شو الصعوبات اللي واجهتكم؟ والله الصعوبات ان اول مره تشارك في سباق وبعدين معانا ولدنا اضطرينا نحطه على جنب كذا عاد يعني. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شجعت زوجك على المشاركه؟ طبعا اي هو اللي شجعني. شو الفعاليه في وجهه نظرك؟ مرتبه ما شاء الله منظمه تنظيم رائع. جود جاب يعني صراحه. احسن من تنظيم دبي. استمتعتوا اليوم؟ Yeah, a lot. It was really challenging. كان حلو. You from where? البحرين. البحرين. شاركت انت اليوم؟ ايه. شو اسم فريقكم؟ ما شاركت مع فريق. بروحك؟ ايه. كم نتيجتك؟ كم وقتك؟ لحين ما شفت بس احس انه زين. وايد زين ولحين عندي طاقة. عندك طاقة؟ عندي طاقة. طيب طموحك لوين توصلين؟ بالنسبه لسبورت امنيتك مثلا تشاركين بعدين في التريثلون تشارك اليت نيكست تايمز جونا بي اليت. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شوفك تهددهم؟ لا لان من ناطرينهم احنا بعد يخونوا فينا ما يصير. هل انت المدرب؟ نعم المدرب. انت ولا الكابتن الفريق؟ لا الكابتن الفريق اكو هني. اسمك بالخير؟ احمد المديفع. والنعم والنعم. نعم بحالك حبيبي اخوي احمد المديفع. يعطيك العافيه. اسم فريقكم يا اخوي؟ فريقنا شو اسمه؟ تيم طعمية. لا لا الله يغلب ابليسك. بيت منديل. بيت منديل. بيت منديل. خليني يطلع اسمكم شوي في السوق. الله يعافيك. طبعا المدافع اسمكم معروف. خلاص الحين الدور حق الجيران. هل اذا جبتوا نتيجه بيعطيكم من مجوهره المدافع شيء؟ ما هو يعني وزعنا موز. وزعنا موز. يعطيكم العافيه. اهم شيء الفرحه والابتسامه. استانسنا صراحه شغل جماعي والترتيب نظيف وايد استانسنا صراحه. الله يعطيكم العافيه ما قصرتوا. طبعا بحرين وورير حصل على المركز الاول في بدايه الحلقه. سوينا وياهم لقاء لكن الحين شفناهم فرحانين ومعلقين الميداليات. مبروك يا شباب. بارك في حياتك ويسلمك. تجربه حلوه قويه شلخنا فيها بس مثل ما شفت شباب بدعوا وما شاء الله عليهم مراكز حلوه كلهم. حلو. من افضل نتيجه جاب فيكم؟ طبعا يوسف هو الكابتن الثاني بعد يونس ابدع وكان هو الجايد تبعنا واحنا وراه. يعطيكم العافيه. امشي الفريق كله فخر. فخر فريقنا صراحه. فريقنا انا سمحوا لي يمكن اظلم نفسي معاكم ويانا خلاص حلو حاسبينك كابتن. انا لازم تدربوني واشارك ويا فريقكم. تشرفنا والله. تشرفنا اخونا بحرين ووريرز. ووريرز مو واريه مال التطبيق. لا لا لا. زين شل الصعوبات اللي اليوم واجهتك؟ والله صعوبات يمكن الطول لان في اللي معاي ما شاء الله يعني طوال قدروا يخلصون الحلقات فأنا طول يمكن ما ساعدني بس بعدني غطيت يعني الحمد لله. الطريق كان بالنسبة لي سهل قدرت شوي. فريق حصلنا على المركز الأول. إيه خلاص. يعطيكم العافية. خلنا نقول مرة ثانية بحرين ووريرز. بحرين ووريرز. تنتفض محمد شو سالفة؟ بذد والله والله بذد بس تجربة ممتازة صراحة وجميلة. من وين؟ من السعودية. من وين من السعودية؟ جدة. جداوي. جداوي. يعطيك العافية. فريق جدة خير. جدة أهل وبحر. شو نتيجتك اليوم؟ شو نتيجة فريقكم؟ فريقنا شو اسمه؟ صجمينة. اوكي النتيجة شنو؟ دحين نشوف النتيجة، والله ما اعرف ايش النتيجة. غالبا في الأخير بس نشوف الآن. الله يعطيك العافية. طبعا للي يتكلم ويقول أن هناك أجسام غير لا تستحق المشاركة في هذه الفعالية، أنا أرفض الكلام بصفتي سفير لكلمتين في الخليج. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. مرحبا فيك. بيضت الوجه. الله يسلمك. تسلم. بشر عن النتيجة. الحمد لله يعني أول مرة أسوي هالسباق تقريبا خلصت في ساعتين بس الحمد لله يعني كل المصاعب هاي الأبستكلز سويتهم إلا هذه آخر واحدة اللي تعلقون فيها هاي ما سويتها. صعبة. إيه بس الباقي الحمد لله كلهم سويتهم. يعني أثبتنا أصحاب الوزن الثقيل إن إحنا خفاف.
وخفاف وايد خفاف وايد يعني حتى في كام ايفنت اللي تشيل فيها تقلب تواير وكذي ما شاء الله اسرع من ربعي يعني الحمد لله. من وين انت؟ من قطر. من قطر. نعم قطري. مع نعم ما عليك. نعم ما عليك. من وين؟ من قطر. انا من الريان. كافو كافو رياني مبروك البطوله والدوري. الله يبارك في حياتك. الله يعني من كذي طال عمرك رافع الراس. الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله. انا والله اول مره اشارك ان شاء الله بتم اشارك يعني وايد عجبني السباق والحمد لله يعني ما متين بس الحمد لله يعني اقدر اتحرك اهم شيء الحركه. طال عمرك احنا نتشرف بكم بكم في البحرين. الله يسلمك. وقطر والبحرين. الله يسلمك. واحد عينين في راس واحده. يعطيك العافيه. الله يعافيك ويخليك. كل الشكر لك. مشكور حبيبي. الله يسلم على كل متين عندكم العجمي يسلم عليك. ان شاء الله يوصل والنعم. يعطيك العافية. شو الصعوبة اللي واجهتيها بطلة؟ والله كل شيء صعب. كل شيء صعب. كل شيء صعب بس حلو. حلو. وايد حلو. إيه؟ استنست اليوم؟ استمتعت لأنه ويا ولدي. نعم. ويا كل عائلتنا. بعد ولدك وياك. ولدي وياي إيه. عمره 12. وين ولدي؟ قهوة ولدي حسن. شلونك يا طال عمرك؟ كل الشكر لك عن هذه الفعاليه. كل الجاليات الحمد لله مبسوطه مرتاحه لان ما توقعنا احنا حضور كبير في هذه الفعاليه. طبعا هذا الفضل يرجع بعد الله لسموك يا طول العمر. وين مو متوسخ طين ماي وهذا؟ طول العمر ما اصلح يقولون لي فوق ال 100 كيلو وما يصلح. لا تصلح تصلح شو ما تصلح. طول عمرك اذا دربتني انا حاضر. ايش رايك انا اخذ الميكروفون واسوي المقابلات وانت تشوفك على الاقل تطوف بس وسط الماي البارد هذا؟ أبشر طال عمرك. يلا 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 الأخ خالد إيش رأيك بسباق اليوم؟ والله السباق جدا صعب يا طول العمر حقيقة. أنا شرفت أن أشارك ولأول مرة في حياتي ولا توقعت أن أنا طال عمرك أكون بهالموقف. البطل الأول أو أسرع واحد شارك وطلع من السباق البطل خالد العجمي. طال عمرك أخذت بعد كرشيتي تشير. يعطيك العافية طول العمر. ساعدنا ساعدنا بلقائك. كل الجماهير تحييني. كفو يا اخي كفو. خلصت كمان بخمس دقايق. صار يستاهل يستاهل. يلا بعد الثاني كفو كفو.
طبعا ملك الانستغرام عمر فاروق، هذا الشاب اللي الكل يحبه والكل يتابعه. عمر فاروق يسعدني لقائك، وهذه فرصه صراحه كنت اتمناها ان اكون معاك لو في لقاء بسيط. كلمني عن الفعاليه وايش رايك في هذه الفعاليه الجميله، وهل انت شاركت؟ طبعا انا هذه الفعاليه اتابعها من زمان، من يمكن يوم كانت في كندا اللي ابوها العرب سبارتن اريبيا، وايد استانس على طول كنت بروح دبي اشارك فيها، لكن عرفت نبي بنها البحرين فشاركت فيها. كل شيء كان تمام، كل شيء كان سهل، ليه فقره الثلج؟ ماي بارد في ثلج، متنا يا اخي، وايد بارد، انا ما اقدر على البرد. هاي كان اصعب شيء بصراحه. بس اليوم طفت في هذه الماي تحت قوارب ثلج في نيت صح. التوفيق لك يا عمر، ويسعدني لقائك حقيقه، وانت فخر للشباب البحريني. ما هو جديدك عمر؟ والله شاركنا بأكثر من فيلم في مسابقات عالمية، ونتمنى إن شاء الله نتأهل ونوصل حق العالمية بإذن الله، ونرفع اسم البحرين. توفيق لك يا وياك يا رب. فخر للبحرين. تسلم، أنت اللي فخر والله. حقيقة نشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نصير وشيخ الشباب على هذه الفعالية، والفعالية ناجحة بكل المقاييس، والدليل أن جمهور قفير لا يعد ولا يحصى حضر هذه البطولة، ومن جميع جنسيات العالم تواجدوا للمشاركة في هذه الفعالية. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، وانتظرونا في كاميرا برنامج مكس سبورت في فعالية أخرى وحلقة أخرى. في أمان الله.